طيب من جديد اهلا بحضراتكم ومعادنا مع فقره اللعب واللعب مع الستات. النهارده يكون معانا فقره بقالنا كتير احنا ما لعبناش اللعبه قوي. كم من 10 اللي هي كم من 10 اسمها كم من 10. كل واحد فينا معانا كارت ما نعرفش الكارت ده فيه ايه. انا جبت للبنات بورد. لا والله والله العظيم وجبت لهم الالام دي وبيقعدوا يلعبوا ايه اللعب مع الستات. يا روح قهر. اه والله العظيم. ما هو انت برضه اللعب مع الستات عندك ثلاث ستات في البيت. وبعدين بنقعد نقول ايه الحاجات اللي في المطبخ علشان بس الجمهور لما يجي يعملوا الاطفال مش عارفين افلام والحاجات دي. مثلا ايه اللي في المطبخ؟ حاجات من اللي حواليهم. سكينه مش عارف ايه ونقعد فتبداوا تلعبوها. ونحط الارقام غلط وبتاع. فاطمه جابت قالت زلابيا، مفيش في المطبخ زلابيا. فاطمه دي خارقه في الذكاء. عسل عسل. قالت مره جبنا زلابيا وكناها في المطبخ. يا روح قلبي. فلعبه حلوه جدا. حلو. مستعدين؟ اتفضل. كارت مظبوط؟ مظبوط صح؟ لعبه. ابيض واسود. شطرنج. سهلتها قوي يا سامح. يلا. تمرين. انت ما انا لو قلت لا صح. لا. مكان. تمرين مكان. مكان. يعني اقول ايه مكان؟ يعني مكان هو مكان. في مكان. عامه بيبقى كبير واسع. كره قدم. ملعب كره. لا ويفضل 3 ايام في الاسبوع. يعني او 4 عشان برضو ما تتعبوش. في ناس تلعب 6 وفي ناس تلعب 7 كل واحد بس نروحوا الاول. بروح بس. بصي هو في حاجات كتير قوي واوض عشان في اوض بتلعبي فيها حاجات مختلفه. لا ده سهل. استاد. لا اوض بلعب فيها حاجات مختلفه. ده انا مسهلها لك قوي بس ممكن تتعوري لو انت مش عارفه اللعبه دي. خطيره. لانه خطيره خطاره. وانت فعلا بتعوره. جيم. ايوه شويه بجد راجع حضر جيم مش ضايق جاي الجيم. فهمت. رحت الجيم. برافو برافو يا شيري. انا قولي لنا بقى حكاويك بقى. انا الديسك واجعني مش عارف طول اليوم سنداني وانا ماشي مش عارف. طيب مهم جدا خصوصا الناس بقت تاكله مش تستعمله اليومين دول او الكام شهر اللي فاتوا. خلاص كده فيتامين سي. برتقان. الناس تاكله. هو ممكن يتعمل بالبرتقال. صح. باللافندر وبال معطر جو. لا مطهرات معقمات. بس هو بس ما منظف. بصي هو ما فيش موجود في كل بيت. موجود في كل بيت. ال ال الحمامات كتير قوي. ايه ده يا جماعه؟ في المطبخ. ايوه صابون. برافو. اتفضل. انا لسه مستخدمه النهارده. جل. لا سوار. لا صبغه. على فكره بينقذ مواقف كتير. يعور. موس. صح. موس ايه؟ موس الحلاقه. ايوه. مش لوحدها لازم يبقى معاها حاجه يعني ما ينفعش تعمليها لوحدها. صح. انت بتقول صح بس. وفي منها الوان. وفي منها اشكال واحجام وناعم. فرشة سن. انت بتسهل قوي على فكره. ايوه ما بس الناس كلها تستخدمها. طب ابقى انت ابره في كوم قش. بصي موجود في كل بيت. وكانت لعبه زمان في اسم لعبه. تعبان. لا ايه ده بجد كانت. صح. طيب مش عارف انت العاب. طيب بنستخدمها عند الكوافير. بنستخدمها في البيت. بنستخدمها في المدرسه والترزي. وفي عند الترزي. يعني عند الكوافير والترزي. لا يا سامح بقى. والله انا بسهل. ترزي. غلط. ماكينه الخياطه. واحنا بنستخدم ماكينه الخياطه في الحلاق. انا عارفه ايه الرد الغبي ده. ايه ده مرايه. طيب بصي ممكن احنا بنستخدمه في المرايه. بيجيب نحس. حسب حطيته ازاي. شوف السينما. فاكره انت السينما؟ كانوا بيستخدموه طبعا. اللي في ايه مش بيستخدموه في السينما. بصي قسم مهم جدا في السينما. حتى في المطبخ بنستخدمه طبعاً. يعني بنستخدمه في حاجات كتير. مع العيش ساعات بنستخدمه. ومع الخضار. ومع سكينة. مع الخضار. طب الحلاق هيبقى عنده سكينه؟ لا يغز الزبون. المقص. ما كان عنده مكنه المقص. ايوه المقص. برافو. صح. في ناس لما تفتح المقص تقفله وتشائم. طيب دي بقى موجوده في كل بيت ولازم تبقى مستويه.
مرتبة وموجودة عند كوفير. مرتبة؟ مرتبة عند كوفير. ولازم تبقى مستوية. وبصي بنستخدمها لما البيبي بيكبر شوية، يعني مش أول ما يتولد، لأن ما بيبقاش عنده الحاجة اللي نستخدمها عليها، لكن لما بيطلع يعني بيكبر كده ترابيزة. والحيوانات على فكرة. حيوانات والكلاب. أنا لازم أستعملها للكلاب والكلاب والقطط والإنسان والبني آدمين والأطفال. ده إيه، تطعيم؟ لا. طيب في منها صغير وفي منها كبير وفي ناس ما بيستخدموهاش خالص. معقولة؟ انت قلت كده. انت قلت كوافير صح؟ خالص. كوافير؟ قلتي في ليها علاقة بالكوافير؟ وفي ناس ما بيستخدموهاش خالص. ما عندهمش ما يحتاجونه لاستخدامها. بس 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 بس. طيب بصي بصي. شعر؟ ايه؟ شعر؟ ايه بقى؟ الشعر لا. دي أداة. الباروكة؟ إيه لا. لا. بيبقى موجود. احنا كالستات بقى كمان ما بنخرجش من غيرها. من ايه؟ تخرجيش من غيرها؟ مشت؟ فرشة؟ ايوه فرشة. خلصتي كده؟ انتوا معلومات مضبوطة. لا اقول لك معلومات صح كلها. عملتي كام من 10؟ ما خلاص، ما انت قلتوا تايم. ايه ده؟ والله لا ما قالوا خلاص. مش انت قلتوا خلاص؟ ايوه. 7 من 10 استاذة والله. ازاي 7 من 10؟ هم اكتر من 10. يلا يلا يا دي. يلا يا هادي. انا هطلع عيني. موجودة في كل البيوت. طب اعمل ايه؟ ما هي فعلا موجودة في كل البيوت. انا مش شايف. ومنها اشكال والوان. وفي بقى منها تقاليع. سامح انا زميلتك حتى. من غير ما تقول تقاليع. زميلتك. وفي منها مانيوال وبالكهرباء. وفي منها شفاف وفي منها تقيل جلد. بيبقى جلد او شمواه او قماش. بالكهرباء؟ شمواه بالكهرباء؟ بس انا مش بالكهرباء عندي. وانا مش بالكهرباء عندي. انت بتفسي يعني؟ لا هي في بالكهرباء. ستاره في بالريموت. برافو برافو. عيب يا بابا. بصي هي موجوده في كل البيوت. في المطبخ مهمه جدا وكتير في المكتب أو... مهمه جدا في المكتب. انا بقى انا هتوهك. بس مش اي مكاتب. ليه؟ في يعني في مكتبي انا مش فيه. وفي منها عارفه بقى اقول لك على حاجه؟ سكينه. ثلاث انواع. سكينه؟ لا والله. طب ايه انواع؟ انواع بس هقول لك. ودايما في اعياد الميلاد بتبقى حاجه مهمه جدا. صح. في مكتب وعيد ميلاد وبيت. وبديل لحاجه كانت قديمه. لا وعايزه اقول لك بقى على حاجه، لو لعبنا بيها تبقى هي نفسها العقاب. النار. وخطر جدا على الاطفال. النار. قربتي. لا الشمع. خطر جدا للاطفال. الشمع. لا. الكهرباء. بصي بقى اقول لك على معلومه بقى تسهلها لك اكتر. النار. في منها المانيوال والاوتومان. يلا بقى الولاعه. الله. صح. وريني ده. انا بصي اخرها معانا 3 من 10. ماشي. يا بنتي اشمعنى هو ممكن معانا في اللعبه؟ ما تهضري. انواع واشكال وارقام. موجود منها في كل البيوت؟ طبعا. بس دايما الغالب الرجاله هم اللي بيستخدموها. انتوا بتدبسونا في الحاجات دي بصراحه. وما تقولها لها احسن. ليه؟ بتستخدموا ايه؟ انواع واشكال وارقام. بعيده يا بنتي. ارقام؟ ارقام. في منه ارقام. ومقاسات. لبس؟ لا. نظارات؟ اداه. اداه بتستخدموها انتوا رجاله يعني؟ واحنا بنستخدمها. في ناس كتير بتستخدمها يعني، مش الرجاله بس. بس رجاله يعني محترفين اكتر. صح. محترفين في استخدامها؟ ايوه. مسدسات؟ لا. لا بس بقول لك في كل البيوت. اكتر ناس بتستخدم مسدسات. يا سلام. ايوه طبعا. الراجل يستخدم ايه في البيت حروب. يعني؟ الراجل يستخدم ايه في البيت؟ فرشه، مشط، مكنه حلاقه، هينظف بحاجه؟ ما انا لو قلت تلفزيون. اللي انا هقوله ده ريموت كنترول. هيبوظ لها الدنيا. ايه بتحل وتربط. حلوه دي. ما عرفتهاش برضو. بس ما والله تحل وتربط. تحل وتربط. قولولي. الجديده بقى بتربط وتحل. بصي بتفك وتربط. شاكوش. لا هو الشاكوش لو مفك. لا ايوه يا ساتر. على غلطتكم. احنا قلنا كل المعلومات. مش انتوا هما. ماشي قول. كنت اقول لها حاجه كانت هتسهلها لها قوي.
موجوده في كل هي ليها شكلين ليها شكلين ليها شكلين زمان او المناطق ماشي. الشعبيه ومش الشعبيه وليها احجام ايه اللي انتوا بتقولوا ده صح مفيش اي يعني ايه ليها شكلين وليها احجام ليها علاقه بالرياضه الرياضه الحساب والحاجات دي رياضه ايه كوره برافو 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 انتوا على فكره ما بتقولوش اي حاجه ليها معنى اتفضلوا لا طبعا بنقول فيها ارقام وفيها صور فيها حجم واحد فيها ارقام وصور وفيها وفيها بنات فيها اولاد وفيها عواجيز شيوخ واللي تغلبه لعبه صح هي لعبه منها انواع كتير هي لعبه ايوه فيها ارقام وفيها ايه بنات واولاد كوتشينو برافو برافو على فكره اللعبه دي مرهقه اكتر للي بيقول بيقول معلومات يلا عشان الوقت بتاعي بصي وقتها قرب اكله لا بنستخرجه من يا اما نباتات يا اما حيوانات سمنه زيت صح نباتات زيت زيوت لو هي خفيفة هتبقى نباتات بعدين انت قلت لها انت لخبطتيها ولو وقتها قرب لا هي موجودة على طول بجد؟ لو خف لو قطن موجودة على طول لو صوف فانيلا فوقتها قرب لا فانيلا ايه جاكيتة؟ لا كوفرتا لحاف اخت الكوفرتا بطانية برافو برافو بطانية صيفي 6 من 10 6 انت عرفت منين 6 من 10 عرفتي منين عديت لقيتك حله 6 انا 6 من 10 استاذ يلا مش مفضله ابدا لا مؤذيه يعني مضره ايه ده حيوان ولا ايه لا يعني في تحذيرات جدا كتيره جدا الناس تبعد عنها بس ما تبعدش ايه سكر طب قول بتبوظ كل حاجه الصحه وكل الدهون البشره الشمس؟ لا الشمس ده مهم. في منها طويل وقصير، في منها تخين ورفيع. بفليفرز مختلفة. بالنعناع، بالكريز. وفي منها عادي بقى الكلاسيك اللي هو احنا عارفينه كلنا. وانت كنت تستخدمها وبطلت. لا مش أكلة. سجاير؟ برافو. 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 ماشي. لا غنى عنها في كل بيوت. برضه انتي؟ موجودة في كل بيوت. موجودة في كل البيوت وفي كل المطاعم في كل العربيات طب في البيوت بتبقى فين في البيوت؟ في المطبخ؟ كل حتة في البيت في البيت في المطبخ في الحمام في أوضة النوم في الريسبشن قدام التلفزيون كنبة كرسي برضه ليها بقى ليها روائح مختلفة بس في المطبخ مختلفة شوية عن شكلها وفي التواليت مختلفة وفي الحمام مختلفة لا ممكن تبقى مربعة أو مدورة وممكن تبقى رولو عارف ايه مناديل يعني فهمت برافو عليك. فهمت يعني ايه رولو كده طيب ايه كنت بحبها قوي وانا صغيره وانا وساعات كنت بتبقى حاجه حلوه اقعدها تراضيها كمان انا كنت اقعد اخرمها كل الوقت اخرمها اخرمها دي ليها علاقه بالاطفال لعب الاطفال طلبة اتخرموها والطلبة ايه؟ بص احلى نوع هو نوع كلاسيكي الابيض لا واللي في القلم واللي في القلم بس كانت بتخلص بسرعه قوي القلم الرصاص استيكا الله استيكا انت بتسهليها لي وبتصعبيها عليا بابا بيحبها كنت بتاكل استيكا هو يعرف بابا كنت بتاكل استيكا انا لما كانت بتبقى ريحتها حلوه زياده كنت اقدر تاكليها مربوحه طيب وبابا يقعد يجيب يعني في ناس اللي بتحب نزول البحر كتير بتحب قوي تبقى دايما معاها لا هي اساسيه بالنسبه لا انا عارفه تقول كريم الكريم بتاع الشمس لا لا ايه اعومه لا بتستخدم في رياضه معينه ايه بتستخدم في رياضه معينه لناس بتمارس رياضه معينه السباحه السباحه صح النضاره دي بتاعت برافو عليك برافو